هذه مسألة ديال الوحدة ديال التراب ديال المغرب، ما بقاتش فيها مناقشة. عرفتي علاش؟ جميع الدول اعترفت بالصحراء، والدولة العظمى أمريكا تتقول لك في الأمم المتحدة الحكم الذاتي هو أحسن شيء. ومن بعد من هذا الشيء كله، أما تونس غتستقبل البوليزاريو ولا تستقبل العميد البوليزاريو ولا رئيس البوليزاريو، ما خصناش حنا نقولوا كاع رئيس بوليزاريو. علاش نقولوا رئيس بوليزاريو؟ مرتزقة، وهذاك مرتزق ذهب إلى تونس. ولا نطول الكلام على إخواننا المغاربة. الخرجة اللي خرج بها الرئيس التونسي هي خرجة لن تؤثر شيئا في العلاقات الدبلوماسية مع قوة أو قوة مع القوات العظمى الدولية اللي معترفة بأن الصحراء مغربية. وحنا الحمد لله راه ما عندناش مشكل مع الشعب التونسي كشعب شقيق، ولكن هذا الرجل اللي خرج بهذا القرار هو أصلا رجل انقلابي أصلا، وتلاقى مع انقلابي اللي هو رئيس المزعوم الجبهة الصحراوية. هو هي كورقة ضغط على المغرب، ولكن المغرب الحمد لله، المغرب بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وانصره، عندنا الثقة الكاملة في وزير الخارجية الدبلوماسية كرجل دبلوماسي. والحمد لله القرار اللي اتخذ المغرب بعودة السفير المغربي وكان قرار صائب، وحتى القرار ديال المهلة اللي عطاو السفير التونسي باش يغادر الأراضي المغربية في مدة 48 ساعة هو كان قرار في حد ذاته صائب. والحمد لله ما كان حتى شي بيان ديال الصفاء ديال الخارجية المغربية من غير هذا القرار اللي كاين. هذاك ديال تونس حسره في هذاك ديال تونس، راه شوف اش دار الجزائر، تيجي من جهه الجزائر عند ديك خطره تبون، واش القريحه عطاوه 100 مليون دولار باش عاونوه مشى مرته تشري بها. والشعب راه شوف الشعب بعدا اش داير معاه، ها الشعب كله نايض ليه. مال هذاك ديال الجزائر ما عنده ما غيصور هذاك ديال بوليزاريو، الصحراء ديال المغرب ودائما تبقى الصحراء مغربيه، والامم المتحده هي المعترفه بالمغرب ومعترفه بالصحراء ديالنا، والدول شحال من دوله راه فاتحه القنصله ديالها، وما عندهم ما يصوروا الصحراء ديالنا من طنجه للقويره. الصحراء المغربيه راه صحراء ديما مغربيه ومعترف بها العالم كامل، لان الصحراء مغربيه وكنبغيو الصحراء ديالنا بلادنا ونموتوا عليها. وبالنسبه للرئيس ديال تونس ولا الجزائر ولا بوليزاريو كاع ما تنعترفوا به، انا حنا اصلا حنا المغاربه يديروا اللي بغاو يديروا، تتبقى الصحراء المغربيه وعاش الملك وكنموتوا على البلاد. الرئيس الجزائري حاليا الحكومه الجزائريه كتحاول انه تلقى واحد داعم اخر، لان مشاو لها كاع الداعمين، مشاو حتى المعسكر الشيوعي راه بدا كينصالح والشراكي من هذا الدعم ديال بوليزاريو. الور انا كنقول جو سيبوز، وهذه راه باينه ماشي، بما ان الشعب التونسي مع الشعب المغربي، الور الرئيس التونسي اوبليغاتوارمون خدا واحد العموله، واحد لا كوريبسيون جو سيبوز ولا شي حاجه بحال هكذا، دارها في جيبو في شكارتو باش انه يسبونسير. علاش هذا الرئيس التونسي زعما غيهضر غيجي مجيت بوليزاريو تزاد في الدوسي ديال المعارضين ديال الحكم الذاتي، الا انه راه عنده واحد البينيفيس من الجزائر نورمال، شكون اللي يعطيه له؟ لان الجزائر هي اللي كدعم هذا الدوسي هذا نورمال، راه باينه. الور هنايا كاين مصالح، مصالح سيرتو ماشي ديال الشعب التونسي، ولكن مصالح شخصيه ديال الرئيس وحكومه اللي ممكن انهم ياكلوا ويشربوا شي شويه ويقولوا شي كلمات، ولكن هاد الكلمات ما عندهم ما يديروا لهم نورمالمون، لان المجتمع الدولي راه ديجا اوني تقريبا ما شحال عندنا من دوله، حنا ما بقيناش كنقدروا نحسبوا، وكل نهار كتجي دوله كتقول لك انا راني كنعترف بالحكم الذاتي على الاقل، هذا على الاقل سياده مغربيه بيان سور. الا ما قلناش انه كاين اللي كيقول لك الصحراء راه مغربيه 100%، عندنا دي سبيسي منكم الخارج وبزاف ديال الامور. اصلا لوغ ديسكور نو كونسيرن با، والصحراء غتبقى مغربيه بغا ولا كرهو، وكما بغى يكون الحال حنا عارفين مغربيه والعالم كامل كيعترف ان الصحراء مغربيه، يعني لوغافي
و لور ديسكور سا نو زانتيريس با كيبقى داكشي ديالنا حنا عارفين ان بلادنا راه هي بلادنا والصحراء مغربيه واللي ساكنين مغاربه اصيلين اش في لانسولتي اش في لانسولتي نقدر نضربو كاع لا 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 ولكن شي حاجه كي طابارتيان شي حاجه اللي عندك على القلب الا جا شي واحد بغى ياخذ داك شي حاجه كتملكها ديالتك راه tu seras dans l'obligation انك دلا ديفونغ يمكنش نضربو الشمس بالغربه شكرا شكرا شي يحز في النفس يحز في النفس علاش لان العلاقه اللي كانت ما بين الشعبويه هي دائما غدا تبقى لان هاد الحكام هادو كيشوفوا هما المصالح ديالهم انا كنعتبرها مصالح شخصيه البقاء على حنا كنشوفوا قبل ما نشوفوا هذا القرار نشوفوا القرارات اللي خدا في تونس اولا بعدا اللي دار الرده على الثوره والرده على 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 القانون والرده على على الدستور والرده والرده فما انا بالنسبه لي انا ما جانيش قرار لانه هو هاد القرارات من نهار خدا هو الرئاسه وهما هي قرارات عشوائيه وقرارات اللي ما راضياش حتى الشعب ديالو انا في ردود الفعل غير البارح ديال الفيسبوك فغالبيه التوانسه هما ضد هذا القرار وما غيمكن لنا الا حنا ما خصناش نتسرعوا لان المغرب كتعرفوا في قراراته فهو كان قرار مفاجئ صراحه نظرا للعلاقه ديال الشعب ديال المغربي نظرا للعلاقه ديال العاهل المغربي اللي صراحه اللي ما دارش شي رئيس دوله ولا دار شي رئيس ايا كان في العالم وهو ان في فتره الارهاب انه كيزور تونس وكيتسارى فيها اللي ما قدروش يتساراو فيها هما وكان هذا قرار اللي حبدوه واستحسنوه جميع التوانسه فما يمكن لك الا انك تشوف كاينه شي حاجه اش خلا كاين شي حاجه ماهياش ما شي حاجه ما مفهوماش ان هذا القرار انه وكاين اللي كيقول لك راه المساله راه مساله ديال البترول ومساله ديال المشاكل اللي واقعه ربما في تونس ان كاين تدخلات ونقولوها كاين تدخلات ديال الجزائر لربما استغلتها الجزائر ان اللي وقع فيه دابا الان تونس لربما هو شوف هذه قرارات كنظن انها قرار ماشي بين عشيه وضحاها وتستقبل وتبدا وحتى دابا كتشوف حتى التبريرات هي تبريرات واهيه وتبرير احنا استقبلنا عرف اطار الاتحاد الافريقي وكذا 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 تبريرات اللي هي واهيه فكنظن بانهم غادي لانهم احنا طلبنا غير السفير هما داروا بيان ديال الرد وداروا حتى هما يعني دونك هما مجدين لهذه القرارات هذه لربما غدا ولا بعد غدا راه غادي يبان التصعيد في اطاره والمغرب هو واعي بهذا الشيء وفاهمه وعارفه لانه كانوا قرارات قبل منه